أنا بشكر حضراتكم، وكمان لازم في هذا السياق ما يفوتنيش أن أشكر المخرج الكبير والصديق العزيز الأستاذ خالد يوسف على تشريفه وحضوره. الحقيقة أنه بمجرد ما اتصلت بيه وقلت له في لقاء مع ذوي الإعاقة حوالين مشروع الدستور الجديد، قال لي إمتى وفين؟ قلت له يوم النهاردة إيه السبت يوم السبت الساعة 4:30، قال لي هكون موجود في الميعاد، وهو جه في الميعاد الحقيقة، وأنا اللي اتأخرت عليه كمان، فبشكره شكرا جزيلا. كمان برضو بشكر الشاعر الكبير والصديق أيضا الدكتور صلاح عبد الله، لا يا فندم الدكتور صلاح عبد الله، بشكره شكرا جزيلا. وبرضو بلغتني الاستاذه نعمات اللي هي اول ما تواصلت مع الراجل وافق من اول لحظه الحقيقه، فبشكره شكرا جزيلا. شكرا دكتور صلاح. بشكر صديقي شادي، شكرا يا شادي منور. وبشكر حضراتكم. هنبدا هذا اللقاء بكلمات اولى من اساتذتنا على المنصه، وبعدين نفتح باب الاسئله سواء مكتوبه من حضراتكم او انا ممكن اتطوع بان اسال بعض الاسئله بالنيابه عنكم كمان، واكيد اسئلتكم. اللي انا عايز اكد عليه قبل ما ندخل في الكلمات انه عشان بس اساتذتنا على المنصه هيبقوا حريصين على انهم يتوسعوا في شرح ده، انه هذا الدستور جيب كتير من حقوق ذوي الإعاقة، وده اللي محتاجين نشير إليه في الكلمات. أستاذ خالد بعد إذنك، دكتور صلاح وشادي بعد إذنك. لا أنا عايز أتكلم قبل خالد يوسف. طب هتتكلم قبله ماشي. لا هو افترى، هو افترى. لا لا هو افترى. والله العظيم تصدق اللي أنا كنت أقول لازم أنت. هات البتاع ده. حاضر. فنبدأ الكلمات مع أولى كلمات مع الدكتور صلاح عبد الله يكلمكم، وهو راجل كان مشارك في وضع المواد الخاصة بيكم فيقدر يكلمكم بعد. اتفضل دكتور. طب ليه اتنين؟ ليه مش واحد؟ ايه الميكروفون المجوز ده؟ لا ده التاني ده ليه علاقه بال ليه علاقه بالتلفزيون. طيب قبل الحقيقه الكلمه دي استثنائيه، انا مش هتكلم قبل خالد ولا حاجه، بس عايز اعرفكم في كلمه موجزه يعني ايه خالد يوسف، عشان كتير من الناس بصلوا على انه مخرج وبس. خالد يوسف من اكتر الناس نظرا لحالة الشارع وتقديراً للمسؤولية. صحيح. ده صحيح. خالد يوسف هو أكتر واحد قال لو كلمة مدنية هتعمل مشكلة خلونا نشيل اللفظ ونعمل بمعناها. خالد يوسف هو واحد من اللي زعقوا زعيق مسموع عشان صديقنا الدكتور محمد إبراهيم منصور يعبر عن وجهة نظره السلفية ونناقشوا فيها، مش يقول ويسكت، لا ونناقشوا فيها. واكتر واحد كان بيقوم معايا يوديني الحمام. هو ده سؤال، يعني ده يجرني لسؤال مهم جدا. هل يكفي جوده اي فن بمعنى احكام الدراما فيه بس؟ لا، قبل اي حاجه لازم الفنان يتصف بقدر من المسؤوليه. من خلال شعوره بالمسؤوليه هيعمل كل اللي بيعمله بدقة، يعمل لنفسه شاي بدقة، يعمل فيلم بدقة، يشارك في الدستور بدقة، يكلم الناس بدقة، لأنه كله رد فعل للمسؤولية. بجد يا جماعة خلوني أقول لكم إن أنا استمتعت جدا جدا بمصاحبتي لخالد يوسف أثناء فترة اللجنة. شكرا. شكرا جزيلا. متشكرين يا دكتور. طبعا هنرجع للدكتور تاني. لا كلمة حوالين الدستور. فنبدا بقى اولى الكلمات حوالين الدستور مع المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف. اتفضل يا فندم. يلا تعالى مكاني. ماشي اوكي. مساء الخير. يعني انا ما كنتش فاكر ان انا هتكلم كلمه افتتاحيه او يعني ان انا هقول كلمه مبدئيه. انا كنت مستعد ان انا اسمع اسئله وارد، لأن دايماً بحب فكرة الحوار. لكن إذا خلاص يعني دبسني خالد بأن أنا أقول كلمة، هقول أن أنا فيما يتعلق بالذوي الإعاقة والأقزام، كان دايماً دكتور صلاح والدكتور حسام المساح كانوا ياخدوني على جنب كده وياخدوا أعضاء كتير من اللجنة ويفهموهم قوة الأقزام التصوتية.
احنا 13 مليون، خدوا بالكم كل واحد عنده عيله فيها 3، احنا 33 كده مليون، وكانوا بيهددونا طول الوقت. وانا كنت ببتسم، لان لو ما كانش حتى الدكتور صلاح موجود، وبقول قدامه هو، وما كانش الدكتور حسام موجود، انا كنت هتبنى هذه القضيه، وكانت النصوص اللي موجوده ديت اللي هي تمت بفضلهم كان نفسي مش موجودين عشان تتم بفضلنا. لكن يلا هم خدوا مني الفخر ده، يعني ما بقاش عندي مجال ان انا افخر بهذه النصوص. لكن طبعا ده على سبيل الدعابه، يعني هذا الدستور لم يغفل احد من ابناء هذا الوطن، ولم يغفل حقوق فئه من ابناء هذا الوطن، وده تقريبا الدستور الوحيد في العالم اللي بيتكلم على حقوق الاقزام. يعني مش هتلاقي كلمه اقزام موجوده في اي دستور، يمكن تلاقي متحدي الاعاقه وبنسب قليله في دساتير العالم، لكن مش هتلاقي دستور بيتكلم بهذا الشكل على ذو الاعاقه بصراحه شديده. وده مش عشان لا، ما انا عايز اقرا الاهم من الماده الاساسيه بتاع ماده 81 اللي هي بتتكلم على ضمان حقوق الاشخاص ذو الاعاقه والاقزام. في قبليهم ماده 53 اللي بتتكلم على المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامه لا تمييز بينهم بسبب الدين، الجنس، الاصل، العرق، اللون او الاعاقه. انا رايي ان دي اهم ماده موجوده للمعاقين، اكتر من الماده 81 اللي مفصله حقوقهم وبتتكلم على دمجهم في الحياه. انا بتصور ان الماده دي كانت شديده الاهميه ان احنا نزود كلمه الاعاقه، وما كانتش موجوده في اي دستور مصري ولا في الحياه الدستوريه المصريه، انه دايما نقول المواطنون متساوون لا تمييز بينهم، دايما نقول بسبب الدين، العرق، اللون، الاصل، يعني عمرنا ما اتكلمنا على بسبب الاعاقه. هذه الماده هي ماده كده حاكمه، المعاق ما حدش يقدر دستوريا دلوقتي ان يميز ضده، هو متساوي في كافه الحقوق، بل المواد الاخرى اللي موجوده بتمكنه كمان من ان هو يبقى له اولويات في الحياه العامه، باعتباره فئه ظلمت كثيرا وهمشت كثيرا، مثلها مثل فئات اخرى، يعني مش هي الفئه الوحيده برضه، عشان الساده والسيدات المعاقات ما يفتكروش ان هم الوحيدين اللي كانوا مصدومين في البلد، لا، ما كنتوش لوحدكم، كان في فئات ظلمت كثيرا زي الاباط وزي النساء وفئات كثيرة والفقراء بشكل عام والبسطاء، انتوا كنتوا ضمن دول. وبتصور انه لو يعني هنقيم بشكل حقيقي، الشعب المصري كله كان مظلوم، ما كانش متحدي الاعاقه بس او اصحاب الاعاقه هم اللي مظلومين او النساء وبس. انا رايي الشعب المصري كله بمجمله كان يمارس عليه ظلم واضطهاد من انظمه توالت عليه وتوالت على صحبه وصحبه كرامته. من أجل ذلك قامت الثورة، ولجنة الخمسين بتصور وأرجو أن لا أكون مخطئا، كانت حتى نصب عينيها مطالب المصريين اللي خرجوا في 25 يناير وفي 30 يونيو من أجلها. وأنا على المستوى الشخصي، أنا أول جملة قلتها في لجنة الدستور، وهي جملة يعني كلمة موثقة موجودة في المضابط، أنا قلت احنا جايين هنا بمناسبه ايه، وحتى يعني وسكت كده شويه فالناس اندهشت، يعني ايه جايين هنا بمناسبه ايه؟ قلت لهم بمناسبه ان في ثوره مات فيها شهداء، انبل ابنائنا ماتوا فيها، خلفت مصابين وراها، كلفت الشعب المصري ده دم طاهر، كلفته جهد وعرق وتعطيل مصالح وخراب بيوت لاكثر من 3 سنين. احنا هنا بالمناسبه دي، لما كناش هنبقى أوفياء لمطالب هذه الثورة ولأرواح شهدائنا، يبقى نروح أحسن، لأن التاريخ سوف يلعننا لعنات ليس لها حصر. وقلت إن وما زلت بقول إن أي دستور إذا لم يعبر بعد ثورة عن تحويل شعارات الثورة ديت إلى نصوص دستورية ملزمة لأي نظام يجيء، يبقى ما كانش له لازمة إن إحنا نعمل ثورة أصلا. يعني الثورات بتيجي عشان تسقط دساتير وتكتب دستورا جديدا يليق بها ويليق بمطالبها ويحول مطالبها الى نصوص ملزمه لاي نظام يجي. وده طول عمر الثورات كده. فالحمد لله بعتقد وارجو برضو الا اكون مخطئ،
ان احنا قدرنا نعبر ونحول شعارات الثوره في الحريه وفي العيش الكريم وفي العداله الاجتماعيه وفي الكرامه الانسانيه وفي الاستقلال الوطني ايضا وفي الدوله المدنيه الحديثه، كل دي كانت مطالب المصريين في ثوره 25 يناير وموجتها الاعظم في 30 يوليو. اتحولت بالفعل لما نبص للدستور بشكل كامل وتتفحصه، هتلاقي عنوان هذا الدستور هو الشعارات الستة اللي احنا اتكلمنا عنهم دول: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والدولة المدنية الحديثة والاستقلال الوطني. الست شعارات اللي كان منهم أربعة في موجة الثورة الأولى في 25 يناير والشعارين الأخيرين كانوا في 30 يونيو، بعتقد أنهم مجسدين بشكل كامل في الدستور، وبعتقد إن هذا الدستور يعني بيلقي على أي نظام سيحكم مصر مسؤولية كبيرة جدا، أرجو إنه يبقى قدها. وإحنا بنكتب هذه المواد وبنسخها وبنتناقش، كنت بيني وبين نفسي بأشفق على الرئيس القادم وعلى الحكومة القادمة من كتر حجم الالتزامات اللي موجودة في هذا الدستور عليه، ومن كتر كمان ما هو مش كلامه خلاص، يعني ما في دساتير كانت 71 كان فيها حاجات جيدة جدا ما تنفذتش. هذا الدستور ما يميزه كمان انه في آلية لانه اللي لن ينفذ نص واحد تستطيع ان انت تقدمه للمحاكمة بما فيهم رئيس الجمهورية. اي مخالفة لأي نص دستوري فيها محاكمة بمحكمة خاصة كمان. انتهاكات الدستور او عدم وتحويل كمان الكلام المنصوص عليه اللي المشرع الدستوري عمله في هذا الدستور، تحويله لقوانين ملزمه، حتى هديت الدستور بينص عليها بشكل صريح، بيحدد اوقات وازمنه لتحويل هذه النصوص الى قوانين. وطبعا احنا هنبقى محتاجين الاربع سنين او الخمس سنين اللي جايين، غابه من التشريعات لابد ان تتعدل وتغير، بل في قوانين تنشأ من جديد طبقا للنصوص الجديده اللي موجوده في هذا الدستور. فانا فخور بهذا الدستور، فخري بنضال الشعب المصري، وفخري بانني مصري، وده كلام مش كلام انترفيوهات. انا بشعر بفخر شديد جدا لما اقول كلمه انا مصري في اي حته في العالم حتى قبل الثوره، وكنت بقولها وانا معتد بنفسي قوي، وانا عارف انا مين وابن مين، وعندي جدود لغاية 7000 سنة، وكنا مهد الحضارة بجد وعلمنا العالم ده كله، ولولا هذه الحضارة أصلا ما كانش العالم اتقدم مكان، يعني أيام ما احنا كنا بنعمل حضارة كان الإنسان في حتة تانية بيأكل أخيه الإنسان. فكنت فخور جدا وعارف وعندي يقين بأن الشعب ده شعب صاحب معجزات بجد، لأنه شعب قديم قوي وشعب عريق قوي وشعب أصيل قوي وعنده كتير. فاليقين بتاعي ده الحمد لله تجلى في الثورتين 25 يناير و30، ثم تجلى التجلية الكبيرة في هذا الدستور اللي كل نصوصه بجد تفخر ان انت عايش في بلد دستورها بيلزم اي نظام بهذه الالتزامات المحددة اللي بتدي كل المواطنين حقوقها، وخاصة اصحاب الفئات المهمشة اللي ظلمت كثيرا مثل متحدي الإعاقة. وأنا جاهز لأي سؤال طبعا بعد ما نسمع كلام الشاعر الجميل الجميل اللي عذبني عشان أوديه الحمام ورجعه من الحمام. شكرا. شكرا جزيلا للأستاذ خالد يوسف. أنا أنتقل على طول بشكل سريع إلى الدكتور صلاح عبد الله. مطلع أقعد على البتاع عشان بس المايكات بتاع التلفزيونات قدامك. أقعد بقى هنا بقى. ايوه ما شاء الله. ايه الامل يا سلام؟ ايه ده كله؟ ايه الهلو ده؟ مهرجان السياحه والتسوق. طيب نبدا. خلي دي في ايدك اتفضل. يا مصر يا ساكنه شرياني، يا عشي وزادي والميه، بجيلك واشوشك وابكي لو الدنيا تضيق بيا، واشوف الدنيا بعنيكي ساعه ما بشك في عينيا، وقلبي معاكي اقرب لي من انه يبقى في ايديا. اشيلك فين؟ على كفي؟ على راسي ولا يكفي، لو اقدر اخطي فوق ارضك بقلبي مش برجليا.
بجيلك احكي اسراري ومين غيرك يصون سري واقول اسمك في عز الحر الاقي الدنيا بتطري وعندي استرك واموت ولا اشوفك بتتعري يا ارض طلع لها احضان وجوه الحضن حنيه لو ازرع فيها شوق بالليل هتطرح بكره حريه سيبيني بدالك اتوجع انا من غير ندى سمعك وخلي فرحتي ليكي وسيبي في عين انا دمعك ويوم ما اخطر على بالك هجيلك مهما كنت بعيد شفايفي انت بسمتها وقلبي طفل وانت العيد ومش لازم تحبيني كفايه تفكري فيا يا مصر يا ساكنه شورياني يا عش يا زهر قبل اي حاجه عايز القي الضوء على فكره الدستور يعني ايه دستور دستور مش هو التشريعات عشان هقول لكم انا بقول الكلام ده ليه دستور مش هو التشريعات دستور هو مصدر التشريعات يترتب على ده ايه يترتب على ده ايه ان الفاظ صيغه من الناحيه اللفظيه تكون مركزه جدا ومعانيه تكون عامة جدا يعني تغطية أكبر عدد من المجالات بأقل عدد من الألفاظ ده هو الدستور زي بالظبط حنفية بيتكو رايحة ماسورة والماسورة تنتهي بمواسير والمواسير تصب في الماسورة الأم هو الماسورة الأم الدستور ليه بقى أنا بقول الكلام ده لأنه كان ناقص ناس تطلب في الدستور لمؤاخذة ملابس داخلية كل واحد الآن من حاجة كان بيجي لنا اللجنة في المجلس يقول حطوا لي كذا في الدستور الجمارك عربيات المعوقين في الدستور الكراسي المتحركة في الدستور الآخره لدرجة ان انا تصورت لو لبيت احتياجات المواطنين دول كلهم هيبقى كتاب الدستور قد كتاب الاغاني الاصفهاني 24 مجلد حاجة صعبة الدستور بالنسبة لي أنا وخلوني برضو أشرح لكم أن رسالتي معاكم هنا النهاردة ما هياش رسالة توجيه هي رسالة تنوير وإضاءة يعني أنا لا هقول لك قول نعم ولا هقول لك قول لا ولا هقول لك أنا هقول إيه أنا وظيفتي كما أو رسالتي كما اخترتها أنها تكون إيقافك على مواد إيجابية وتحفظات مني أنا شخصيا على بعض المواد الحقيقة في باب الحقوق والحريات الدستور مذهل مذهل بكل معنى الكلمة فعلا قدم كمية حريات خطيرة وجاب حقوق ناس فعلا كانت منسية فيما يخص الأقزام هي المادة بتقول ومنهم والأقزام ذوي الإعاقة والأقزام الحقيقة أنا اعترضت على المادة دي وكنت عايز يقول ومنهم الأقزام ليه بقى؟ علشان ما يجيش حد يبص للأقزام على إنهم فصيل مستقل فيرجع يشيلهم تاني أنا كنت عايز الدستور ينص على إنهم جزء لا يتجزأ من المعوقين حركيا دي كانت بالنسبة لي مسألة مهمة النقطة الثانية اللي برضو عجبتني قوي قوي تهيئة المرافق دي كلمة بان صغيرة لكن الحياة تحتها كلام كتير أنا كنت بقترح تهيئة المباني وهقول لكم ليه تهيئة المرافق يترتب عليها أني أعمل رامب في كل مبنى عشان المعاقين حركيا اللي بيتحركوا بالكراسي تهيئة المرافق معناها اني ألزق على الزراير بتاعت الأسانسير ستيكرز بالبرايل عشان يبقى عارف هيطلع انهي دور او بالصوت كما بيعرفش يقرا برايل تهيئة المرافق معناها اني اخلي كل شركة تدي العلاقات العامة دورة في لغة الصم لغة الإشارة عشان لما الأخرس الأمي يدخل مصلحة حكومية أو شركة خاصة يلاقي حد يتعامل معاه ليه أنا كنت عايز كلمة مباني أكتر من كلمة مرافق عشان تشمل البيوت إلى جانب
الهيئات والمؤسسات والشركات والوزارات. حقيقة أنا كنت أتمنى صعب إن أنا أكون عامل مسكت تليفوني وإنتوا لأ، صعب والله. إذن زي ما قال خالد بالظبط، مسألة أو بسبب الإعاقة جديدة، طب هيترتب إيه عليها من الناحية العملية؟ هيترتب عليها إن البنك ملزم يشغلني كموظف مش كنسبة 5%، يعني مش هيديني مرتبات ويقعدني في البيت، ده أنا هشتغل زي المبصر أو هشتغل زي اللي بيمشي. دي نقطة بالغة الأهمية، إنه هيحول الطاقة المعطلة إلى طاقة خلاقة. واللي كانوا بيتابعوني في التلفزيونات أيام اللجنة، أنا كنت بدعو إلى ضرورة إلحاق المكفوفين بالخدمة العسكرية، انطلاقاً من إن الجيش له دورين، دور قتالي ودور تنموي. والله في الدور التنموي ده أنا عندي 100 حاجة، عندي مكفوفين بيعملوا أوض نوم وسراير وترابيزات وكراسي وأواني قش هشغلهم في التصنيع، عندي بيعرفوا لغات وكمبيوتر ودين هشغلهم في شؤون معنوية، لكن حد كفيف شرف الخدمة العسكرية بما يلزمه وما يحقق لي كامل المواطنة وكامل الاستقلال. زي ما قلت قبل كده، أنا عايز اللي ترفض الكفيف تقول مش عايزة لأني بحب مدحت وهتجوزه، مش لأنه كفيف يا حرام. نقطة مهمة على فكرة، أنا قلت الكلام ده للفريق السيسي وهو وافق، وكلمت الرئيس وهو تحمس، وإن شاء الله أتمنى أنه نقطة عدم التمييز دي تكون مدخل لأن يؤدي المعاقون الخدمة العسكرية. أنا ما عنديش كتير في الحقيقة، أن المواد الخاصة بالإعاقة فعلا من المواد الإيجابية، وبما أني مش جاي أتكلم على كل الدستور جملة وتفصيلا، ففاتت عليا أو مش هينفع أتكلم في مجال تاني غير المجال اللي احنا جايين نتكلم عليه. فأنا أطمئن إخواتي ذوي الإعاقة، مش عارف أنا ليه كل ما بنطق إعاقة دي بحس بحاجة كده. لا عارفين ليه؟ لا استنى، أصل هي عاقه يعوقه، مفيش أعاقه خالص، وأنا اعترضت من الناحية اللغوية يا جماعة، مفيش أعاقه فهي إعاقة، في عاقه يعوقه فهو معوق وهو معوق، لكن ما خدوش بكلامي للأسف، ما عليه، المهم إن ده اصطلاح واستقر. أنا أهنئ إخوتي ذوي الإعاقة بهذه المواد التي أعتقد أن من خلالها أمورا كثيرة سوف تتحدد، ومنطلقا جديدا لإسهامهم في هذا المجتمع. أشكر لكم حسن الإنصات. نبدأ في الأسئلة. ولا ما هو لسه، استنى ما حدش يرفع ايده عشان احنا في اسئله جات لنا في ورق الاول. دي هتبقى حاضر يا عبد الغني. حاضر يا فندم، حاضر. كل انا يعني كل الناس حاضر. اي عايز ايه؟ لا ما هو مؤكد مفيش ندوه حصلت في التاريخ البشري كل الناس اللي حاضرينها سالوا، مفيش. انا ما سمعتش عن ندوه في التاريخ البشري كله انه كل الناس اللي حاضرين الندوه سالوا. اسمحوا لي هناخد في حدود وقت الزملاء اللي موجودين. شادي تتكلم، شادي تتكلم. نعم يا عبد الغني. لا حاضر. من شاء ان يكلمني فليكلم. طيب نسمع بس الاول من الصديق شادي. شادي اعرفك ايه بالظبط؟ اي تعريف؟ يعني عضو لجان المعاونة في 50. عضو لجان المعاونة في 50. انت لا ما وصلت كذا حاجة. لا انت عايز دي اكتر حاجة بفخر بيها. انا كنت عضو لجان المعاونة. شادي كان عضو لجان المعاونة في لجنة 50. فنسمع شادي وبعدين ننتقل الى الاسئلة. اتفضل يا شادي. تمام انا معي مايك. اوكي. ده شغال. السلام عليكم جميعا. مش عايز اتعب دكتور. سلام. خلاص كده؟ خلاص هنمشي منك حاجة. نمشي. شكرا. يلا يا شادي.
السلام عليكم جميعا. شغال؟ لا مش شغال. السلام عليكم جميعا، انا شادي عبد اللطيف عضو لجان المعاونه بالخمسين. انا شرفت بان انا عملت كخادم للساده اعضاء لجنه الخمسين الاساسيين والاحتياطيين. شرفت بان انا كنت احد المعدين للجان الاستماع. شرفت بان انا تشرفت بان انا تواصلت مع هيئات كتير ومع ناس كتير قوي، زي مثلا الاتحاد النوعي للصم وضعف السمع، زي رابطه قصار القامه. تشرفت بان انا طلبت دعوتهم وان هم جم وقعدوا، وكان فخر ليا ان الساده عمرو موسى والسيد سامح عاشور رئيس لجنه الحوار المجتمعي اخذوا بكثير من المقترحات دي. رابطه قصار القامه لما جم اتكلموا ببساطه شديده جدا، قالوا احنا لما بنروح نطالب بحقنا كمعاقين بيقولوا لنا انتوا مش معاقين، لما بنقول طب ادونا حقوق الكاملين بيقولوا لنا انتوا مش كاملين. فعشان كده كان في وجوب لذكر اسمهم في النص الدستوري. دي نقطه. النقطه الثانيه، تحيه لكل من شارك وتحيه لكل من سيشارك في الاستفتاء. محدش طبعا بيقدر، محدش يفكر انه يوجه حد هيقول ايه في الاستفتاء، بس انا واحد من الناس انا ببص لها ببساطه شديده جدا. انا اي حاجه في الدنيا ببص لها ايه الايجابيات وايه السلبيات، واذا كان ميزان الايجابيات اكثر من ميزان السلبيات فهو الافضل بالنسبه لي. انا عندي دستور مصر الثوره 2013 فيه اكثر من 39 التزام، لاول مره يحصل كهذا الكم من الالتزام. ندعو من الله سبحانه وتعالى ان تستطيع الدوله والحكومات القادمه الايفاء بهذه الالتزامات جميعا. لينا تحفظات، في تحفظات. احنا كمجموعه شباب عملنا في لجنه الخمسين في حاجات كتير طلبناها، وطبعا ما كناش نطمع ان كل حاجه تتحقق، بس الجزء اللي اتحقق او اللي اتحقق من اللي طلبناه كان شيء جميل جدا. لينا تحفظات، لينا حاجات شايفينها سلبيات، ممكن اذكر حاجه او اتنين منها على سبيل المثال وليس الحصر، زي مثلا ان في التزام على الدوله بالقضاء على مشكله العشوائيات بس ما تحطش نطاق زمني. في التزام على الدوله بالقضاء على مشكله محو الاميه بس ما تحطش نطاق زمني. كنا نفضل ان يكون في نطاق زمني، مش عشان حاجه، احنا بنثق ان شاء الله في ان الحكومات القادمه هتعبر عننا، بنثق بوجود الشباب في الحكومات القادمه هيعبر عن الثوره بشكل كامل، بنفخر بان الحكومه الحاليه فيها بعض الشباب امثال الاستاذ خالد تليمه، وهو فعلا فخر لكل شاب في مصر، ده مش عشان وجود والله. ان شاء الله بعد الاستفتاء على الدستور، الاستفتاء على الدستور القادم هيكون اتجاه كبير جديد ونقله جديده لمصر، وهنقدر فعلا نخرس كل صوت بيتكلم بسلب عن مصر في الوضع الحالي. وتحيا مصر. شكرا. شكرا خالد.